على شاشة اليوم. إذن هي مجزرة كحلقة بسلسلة مجازر تنظيم الإرهابي داعش للمرصد السوري. أيضا كان حصة الأسد في توثيق جرائم التنظيم الإرهابي والجرائم المرتكبة على الساحة السورية، وأحدى هذه الجرائم وأبشع هذه الجرائم لربما هي مجزرة الشعيطات. أستاذ رامي، اليوم هي الذكرى التاسعة لهذه المجزرة. نعم نعم، يعني صباح الخير. أولا مجزرة الشعيطات هي من أكبر المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي داخل الأراضي السورية. طبعا أختلف مع الضيف أو الأستاذ أيمن بأن لا يوجد اهتمام، لا، هناك اهتمام كبير كان في مجزرة الشعيطات من قبل المجتمع الدولي، ولكن في النهاية هناك مجازر ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري من قبل هذا التنظيم الإرهابي الذي أباد كثير من القرى وقتل الكثير من السوريين. ومثل ما ذكرنا مجزرة الشعيطات كانت أكبر المجازر من حيث العدد، ولكن هناك يعني مئات أو آلاف المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي داخل الأراضي السورية وقام بعمليات إعدام. المفارقة دعنا نقول يعني عندما في الطبقة، على سبيل المثال عندما اقتحم مطار الطبقة وقام بعمليات إعدام جماعي للعشرات أو نحو 200 عنصر من عناصر قوات النظام بينهم عساكر مجندين، يعني هم لا علاقة لهم لا بمعارضة ولا بالنظام، خرج علينا شخص مثل بسام جعارة المقيم في لندن وقام بالاحتفال بهذا الأمر. وأيضا دعنا نقول تعقيبا على الشعيطات، هناك كثير من الذين شاركوا بمجزرة الشعيطات موجودين الآن في أوروبا كلاجئين، وبعضهم قد يكون حصل على الجنسيات الغربية وكأن شيئا لم يكن. هنا دور أبناء الشعيطات العمل مع جهات تحقيق في ألمانيا وغيرها للإدلاء بمعلومات حقيقية وتوثيق عن الذين شاركوا بهذه المجزرة الشنيعة التي راح ضحيتها المئات من أبناء الشعيطات. يعني أستاذ أيمن ربما تحدث عن هذه الزاوية وقال بأنهم أسسوا ربما رابطة أو مجموعة لتوثيق الانتهاكات وتوثيق هذه المجزرة وإيصالها إلى أروقة الأمم المتحدة. لا أدري إن كانوا يملكون الآليات البحث عن مرتكبي هذه الجريمة أستاذ رامي، لكن نتحدث عن أن التنظيم الإرهابي داعش غير أنه ارتكب مجزرة بل هجر قصرا أيضا ما يقارب 150 ألف نسمة، يعني ارتكب جريمتين، التهجير أولا وأيضا الإبادة بحق الشعيطات. أستاذ رامي دعني أقول لك من هذه الحيثية، على سبيل المثال السلطات التحقيق الألمانية سألتنا عن أناس موجودين في ألمانيا ساهموا بارتكاب مجزرة الشعيطات. سألت أحد المشرطاء في المنطقة في دير الزور، وصلته يعني قمت بإيصاله مع السلطات التحقيق الألمانية، وإذا به يطلب منهم مقابل مالي لإعطائهم معلومات. هل من المعقول أنت تريد أن تدافع عن أبناء عشيرتك أو أبناء محافظتك؟ يا سيدي هو ليس من الشعيطات، أبناء محافظتك على القتل الذي حصل بحقهم من قبل المجرمين. وبعد ذلك بدلا من التعاون مع السلطات التحقيق في ألمانيا وغيرها تقوم بالحصول على أمور مالية، هناك يعني من يديه معلومات حقيقية عن المشاركين في هذه الجرائم موجودين في أوروبا أو غيرها يجب أن يتعاون مع السلطات التحقيق في هذه البلدان وهو يقوم بتقديم شكوى كي يحاكم هؤلاء. هذا أقل ما يكون من الممكن فعله، ولكن داعش وما قام به من داعش في الشعيطات، نحن نعلم بأن مجزرة الشعيطات كانت كبرى المجازر داخل الأراضي السورية. وإذا كان تعقيب أيمن على قضية يعني الأيزيديين هم يعني أقلية عرقية أو دينية عفوا، قام داعش بإبادتها، قام داعش بسري نسائها، لذلك اهتم المجتمع الدولي فيها. ونحن نعلم المجتمع الدولي يهتم بالأقليات الدينية والعرقية التي هي مهددة بالإبادة. نعم، يعني بطبيعة الحال كل المجازر مدانة لأنها مجازر بحق الإنسانية قبل أن تكون بحق طائفة أو عرق. أستاذ رامي، لكن نتحدث اليوم أن خلايا داعش المتواجدين اليوم على الأرض، الخلايا النائمة والتي تنشط بين الفينة والأخرى، لا زالت تهدد أبناء المنطقة ولا زالت تهدد الشعيطات تحديدا أستاذ رامي، كون أن هناك حقد دفين تجاه هذه العشيرة. ولن ينتهي لأن هذا التنظيم الإرهابي، يعني أنا لماذا لا نعود بالذاكرة على بداية هذا التنظيم الإرهابي من الرقة عندما أعلن عن وجوده، ونشاهد بعد، يعني أنا المفارقة والمضحكة أن بعض الذين هم الآن في تركيا أو موجودين في مناطق صدر الاحتلال التركي كانوا يشهدون بجرائم التنظيم، يشهدون بقتال التنظيم، يشهدون بهذا التنظيم على أساس أنه تنظيم للدفاع عن الشعب السوري. منذ البداية قلنا هذا التنظيم إرهابي، هذا التنظيم يهدد الشعيطات، واليوم في دير الزور يقوم بإلصاق المرسقات ويهدد بفرض شريعته. لذلك أقول بأن هذا التنظيم يجب أن ينتهي، يجب أن يقضى عليه بشكل كامل. ما دون ذلك
سوف يعود ويعيد بناء نفسه وسوف يعود من جديد لتهديد أبناء الشعب السوري. عندما خرج معنا السيد عبد الجبار لاجدات في قناة أورينت على ما أعتقد وأشاد بالتنظيم، كيف تشيد بالتنظيم؟ وعندما زار عبد الجبار لاجدات بمطار منيخ وهو إلى جانب قيادي في التنظيم، هل يعني هل الأمور انتهت وكأن شيئا لم يكن؟ كل من أشاد بالتنظيم منذ البداية هو الذي ساهم بارتكابه المجازر، هو الذي ساهم بانتشاره كالسرطان بالجسد السوري. غير ذلك لا أحد يقول لي كنا مقررين، لا أحد، لماذا لم نكن نحن مقررين؟ لأننا نعلم هذا التنظيم بأنه تنظيم إرهابي جاء لقتل أبناء الشعب السوري وجاء لتدمير حلم الديمقراطية في سوريا. طيب اليوم 9 سنوات على مجزرة الشعيطات أستاذ رامي، بانتظار العدالة ومحاسبة الإرهابيين كما تفضلت حضرتك ربما وأشرت إلى أن بعض الشخصيات متواجدين في أوروبا يتمتعون بحياة رغيدة يعني كما يقال، لكن بلا محاسبة. اليوم ما الخيارات أمام الشعيطات؟ ما الأدوات أمام الشعيطات كي ينصفوا ضحاياهم أستاذ رامي؟ أو حتى نوسع النطاق قليلا ونقول الخيار الأول هو كل من لديه معلومة عن الذين ساهموا بهذه الجريمة أو المجزرة أو الإجرام هذا موجود في تركيا أو موجود في أوروبا، يجب الإبلاغ عنه أحد السلطات الأوروبية كي يجلب إلى القضاء ويحاكم. ما دون ذلك لا خيار الآن في سوريا باتجاه الذين ارتكبوا المجازر بحق أبناء الشعب السوري من رأس النظام بشار الأسد إلى الجولاني الذي كان بداية أول تفجير جرى في سوريا في كفر سوسة عندما قتل عناصر أمن الدولة وقتل مدنيين. من يقتل المدنيين مدني واحد ومن يقتل مليون مدني هو مجرم في النهاية. لذلك أقول لك الخيار الوحيد أن تكون هناك عدالة انتقالية، ما دون ذلك لن ينصف الضحايا الذين قتلوا في سوريا. طيب كان هناك مطلب لربما يكون محق أستاذ رامي للسيد أيمن بأنه لا زال هناك من أبناء العشيرة الشعيطات أناس مفقودين ويوجد مقابر جماعية لكن لا يمتلكون الآليات للكشف عن هذه الجثث. اليوم منظمات المعنية بحقوق الإنسان أو المجتمع الدولي ما دون ذلك هذه مسؤولية المجتمع الدولي. جميل جدا الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من كوفنتري، شكرا جزيلا لك.